مساء الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا محمد رضوان من University of Hertfordshire هنا في مصر. تمام. اول حاجه، ايه هي اصلا Hertfordshire؟ Hertfordshire احنا بدانا هنا في مصر 2019. جامعه Hertfordshire هي اصلا جامعه انجليزيه موجوده في انجلترا في مدينه هاتفيلد، واحنا البرانش كامبس بتاعها هنا. يعني ايه برانش كامبس؟ الفرع الدولي، يعني كل المعايير اللي بتنطبق عن الجامعه هناك بتنطبق علينا هنا. تمام. ودي هتكلم فيها في التفاصيل هنا قدام. احنا ذا فيرست فول فليدج انترناشونال بريتش يونيفرسيتي هنا. تمام. ودايما ماشيين عندنا في الجامعه بسلوجن بتقول ايه؟ اتس لايك يو ستادينج ان يو كي بات ليفينج هير ان ايجيبت. اول حاجه اللوكيشن بتاعنا، احنا اكسسبل لوكيشن لان احنا بين الار 4 والار 5 هنا في العاصمه الاداريه. تمام. احنا 10 دقائق من النيو كابيتال سنتر، وتقريبا ربع ساعه من النيو كايرو، وفروم 15 تو 20 مينتس من مدينتي. واي دو وي تشوز يونيفرسيتي اوف هيرتفوردشاير؟ اول حاجه زي ما اتكلمت، احنا جلوبالي اكريديتد يو كي باتشلر ديجري، بمعنى احنا كل الدراسه من هناك، احنا شهاده التخرج اللي الطالب بيستلمها هي 100% يو كي ديجري. احنا نفس الجامعه اللي هناك بالظبط، زي اي كوربريت او اي شركه احنا فرع منها. تمام. طرق التعليم، الشهاده، الدراسه، كل حاجه. تاني حاجه ليرن باي دوينج. احنا طبعا التعليم الانجليزي ما عارفين ان هو بيعتمد اكتر على البراكتيكاليتي. احنا موست اوف ذا سكولز اصلا منهم بزنس ماسكوم بتعتمد 100% الويت بتاع المديول على البروجكت بتاعتك. ما عندكش اي فاينل اساي، ما عندك، ما فيش امتحانات في كليات كتير. باقي الكليات تقريبا بنتكلم 80% عملي، من 70 ل 80% عملي، ومن 20 ل 30% نظري. ده بيؤهلك لمجال العمل بره يعني. تاني حاجة، لو انت طالب اتخرجت من عندنا من الجامعة هنا حبيت تروح تكمل البوست جرادويت ستاديز بتاعتك زي الماسترز، بتاخد 20% اوف لو رحت يو اتش يو كي. هي عامة هي في مدينة هاتفيلد هناك، بينها وبين لندن تقريبا تلت ساعة يعني. الدكاترة عندنا والبروفيسورز مينلي من يو كي، وفي نفس الوقت في هنا طبعا دكاترة من عندنا هنا من جميع التخصصات. الدكاترة عندنا معاهم اكاديميك ونون اكاديميك اووردز، جوائز في البحث العلمي. تمام. الريتش عندنا كمان ريتش لايبرري ريسورسز، لان الطالب بمثابه ان هو دخل عندنا الجامعه، الايميل اللي بيطلع له، الاي دي اللي بيطلع له، كل حاجه من يو اتش يو كي. فلما بيدخل على اللايبرري مثلا عنده بروجكت محتاج يجيب كتاب، محتاج يعمل ريسيرش، محتاج يعمل داتا اناليسز، هيدخل على نفس اللايبرري بتاعت يو اتش يو كي. عندنا طبعا الهاي تك فاسيلتيز، لان احنا زي ما بنقول احنا بنحاول نقدم ال 100% يو كي ديجري هنا، فبلازم بنحاول نطور كل شويه، وده هنشوفه قدام. الورك شوبس، اللابز، اللكتشر، الثيترز، كل ده عندنا ان شاء الله هيبان قدام كل حاجه. عندنا امباورنج ذا اثليتس، ان احنا بنهتم قوي بالطالب الرياضي او المتفوق في الرياضي، بنقدر نعمل فلكسبيليتي للسكيدجول بتاعه. عنده مثلا بطوله او عنده تمرين وفي مثلا امتحان او كده، بنحاول ان احنا نقدر نوفق بين الاثنين، لان طبعا الجامعه دايما هدفها الاول ان هي تساعد الطلبه في التفوق الدراسي وفي نفس الوقت التفوق الرياضي. ستادي ابرود، احنا بندي الاوبشن كمان الطالب هي هاز اول ذا رايت ان هو بعد اول سنه، بعد اول سنه هنا يقضيها في مصر، يقدر يروح يدرس عندنا في الجامعه، في الجامعه في المذر يونيفرسيتي هناك في هيرتفوردشاير، يروح يدرس ترم او سنه هناك بنفس التويشن فيز بتاعتنا هنا، مش بالتويشن فيز بتاعتنا هناك. بمثابه ان انت اول ما بتخلص اول سنه بتخلص الفاونديشن هنا او السنه الاعدادي هنا او التمهيدي هنا، وبعد كده عندك الاوبشن ان انت تروح تدرس ترم او سنه هناك بنفس المصاريف بتاعتنا هنا. دلوقتي هتكلم عن المدارس او اللي هي هناك في انجلترا اسمها السكولز او الكليات. عندنا 6 سكولز: بزنس، انجينيرنج اند كمبيوتر ساينس، هيومانيتيز تحتيها ماسكوم، لايف اند ميديكال ساينسز، سكول اوف هيلث كريتيف ارتس، وهتكلم فيهم بالتفاصيل دلوقتي. اول حاجه بزنس، احنا عندنا 6 سكولز، عندنا اوريدي اصلا ثلاث كليات، وفي ثلاث كليات جداد وده هتكلم عليهم. اول حاجه عندنا ادفيرتايزنج اند ديجيتال ماركتنج، وقبل ما ابدا احنا بندخل اول سنه فاونديشن اللي هي اعدادي، وبعد كده بتخصص 3 سنين. بختار بعد الفاونديشن، بعد اول سنه بختار من الست التخصصات دول. اول حاجه عندنا الادفيرتايزنج اند ديجيتال ماركتنج، طبعا دلوقتي عارفين ان مدى اهميه التسويق ومدى اهميه الماركتنج في مجالات العمل. وانا مثلا، انا على فكره انا خريج هندسه بس شغال في مجال الماركتنج والبزنس ديفلوبمنت عامه كله يعني، فما فيش اي كوربريت او ما فيش اي شركه ما عندهاش ديبارتمنت كامله للماركتنج. تاني حاجه الاكاونتنج اند فاينانس، طبعا الموني بيبل هنا
من اقوى الادارات طبعا. وهنا الموني توكس بتقدر تتعلم كل حاجه ليها علاقه بقى بالبالانس شيتس الفاينانشال اوبريشنز كلها. تالت حاجه البيزنس ادمنستريشن. ناس كتير ما بتبقاش عارفه طب يعني ايه بيزنس ادمنستريشن، هدرس فيها ايه؟ بيزنس ادمنستريشن بتتعلم فيها حاجات كتير جدا زي الاتش ار اناليسز، الانتربرينشيب اللي هي رياده اعمال، الانترناشنال بيزنس وكل حاجه يعني. الكليات دول كانوا اول ثلاث كليات. الثلاث كليات دول بقى اللي هم اللي هقول عليهم دلوقتي دول لسه هنبدا بيهم السنه دي ان شاء الله، اللي هي بزنس مانجمنت وذ ليدرشيب اند مانجمنت، بزنس مانجمنت وذ انفورميشن سيستمز اللي هي بي اي اس، واخر حاجه الايكونومكس اند فاينانس. البزنس مانجمنت ايه اهميتها؟ كلنا طبعا نفسنا لما نكبر نشتغل مانجرز، بس ايه اللي بيأهلني لده؟ يبقى انا لازم اعرف في الكليه هنا هتعلمني ايه هي الكوميونيكيشن سكيلز، السوفت سكيلز، الاكاديميك سكيلز بتاعتي، بحيث ان انا اكون مؤهل ان انا اقدر اشتغل في المانجيريال ليفل. تمام. تاني حاجه البيزنس او رابع سكول البيزنس مانجمنت وذ انفورميشن سيستمز. طبعا كلنا شايفين التطور الرهيب في التكنولوجيا، تمام، وفي نفس الوقت البيزنس دايما بيتطور، فانت في الكليه بتتعلم ازاي ان انت تواكب بين التطور التكنولوجي ده وفي نفس الوقت بين اداره الاعمال. تمام. فانت بتحاول الكليه دي بتفيدك ان انت تقدر توفق بين زي مثلا بتتعلم الداتا اناليسز، البيزنس اناليسز كلها للانفورميشن سيستمز. اخر حاجه الايكونومكس اند فاينانس. طبعا احنا عارفين ان دلوقتي في كل كوربريت وكل شركه لازم يكون في الايكونوميك بيبل، انت اللي مسؤول عن الايكونوميك اناليسز، انت اللي مسؤول امتى اعمل البرتشيز، امتى اللي ابيع البرودكت ده ولا لا، انت اللي بتحدد للشركه الايكونوميك وايز بتاعها. ايه هل انا ابدا دلوقتي ولا استنى شويه؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ وطبعا كلنا عارفين دلوقتي الفتره دي ان الايكونوميك ستيتس لسه ما فيهاش اي ستيبل، فمين اللي بيحدد الكلام ده كله؟ الطالب اللي بيبقى خريج من ايكونوميكس اند فاينانس. تاني سكول عندنا انجينيرنج اند كمبيوتر ساينس. تمام. انجينيرنج عندنا فيها تو ميجرز، اول ميجر سيفل انجينيرنج، طبعا عارفين ان دايما عمرنا ما هنخلص من تطوير المباني وتطوير العمارات. فانت عندنا في سيفل هنا جنرال انت بتعلم كل حاجه، بتعلم ماتيريالز، بتعلم الووتر، بتتعلم السيوج سيستمز، بتقدر ان انت طبعا الاستراكشر والستيل، فانت بتدرس كل حاجه عندنا في سيفل انجينيرنج. تاني سكول الميكانيكال انجينيرنج اند ميكاترونكس. وعلى فكره احنا عندنا بجد مهمه جدا. ليه بقى؟ لان اغلبيه الكليات يا اما ميكانيكال لوحدها يا اما ميكاترونكس لوحدها. انت عندنا بتدرس من اول التراديشنال ميكانكس زي الاستاتكس والمومنتس والكلام ده كله والهيت ترانسفير لحد ما توصل للروبوتكس انجينيرنج والالكترونكس، فانت وكمان بتدرس الاوتوموتيفز والكلام ده كله از موديولز، بحيث ان انت لما بتتخرج ما بتثبتش في حاجه واحده بس، تقدر تشتغل في الميكانيكال، تقدر تشتغل في الميكاترونكس، بيبقى عندك فرايتيز كتير، ما بتبقاش محطوط في خانه واحده بس اللي هي سواء ميكانيكال او ميكاترونكس. دي تحت كليه هندسه. تحت كمبيوتر ساينس وي هاف تو ميجرز. اول حاجه عندنا الاي اي الذكاء الاصطناعي. طبعا كلنا عارفين مدى التطور اللي بيحصل بخصوص الذكاء الاصطناعي وصل لحد فين، زي الاكزامبل اللي كلنا عارفينه زي الشات جي بي تي وحاجات كتير، فانت بتقدر ان انت تستفيد منها. ناس كتير بتقول هو انا هدرس ايه في الاي اي؟ تحت الاي اي في عندنا كذا حاجه. ما انت بتدرس اول حاجه الفرونت اند تاسك والويب ديفلوبمنت، السوفت وير انجينيرنج والروبوتكس، بتتعلم كل حاجه. دي اول سكول عندنا، دي اول حاجه تحت كمبيوتر ساينس. عندنا بقى نيو ميجر تحت كمبيوتر ساينس وهنبدا بيه السنه دي ان شاء الله، اللي هو السايبر سيكيورتي اند نتوركس. طبيعي ان كل ما بيبقى فيه تطور للتكنولوجيا بتبقى فيه حاجات مضاده. مين اللي بيقف قصاد الحاجات المضاده دي؟ اللي انت بتعمل سكيور للسيستمز زي الهاكينج والكلام ده كله. اقوى حاجه انت اللي بتحافظ على، بنتكلم انت بتحافظ على الفاينانشال ديبارتمنت كلها بتاعت الشركات. انت لو ما فيش سكيورد سيستم كويس الشركه مش هتقدر ان هي تواكب العصر بتاع التكنولوجيا. الهيومانيتيز، الهيومانيتيز تحتيها ماسكوم. عندنا ماسكوم يا جماعه، ماسكوم عندنا هي جنرال. تمام. انت بتدرس فيها اول حاجه بتدرس فيها حاجات زي الراديو اند تي في، الجورناليزم، الفيلمينج اند دايركتنج، الانتجريتد ماركتنج، بحيث ان انت لما تتخرج برضو ما تبقاش محطوط في خانه واحده بس، لا انت عندك مجالات كتيره تقدر تشتغل فيها. فاحنا عندنا الماس كوميونيكيشن هي اربع سنين دراسه، اول سنه بتبقى فاونديشن تمهيد لكل الحاجات اللي هتاخدها، وبعد كده بتاخدها بقى جنرال، بتاخد كل حاجه زي ما قلت، تدرس كل حاجه يعني. عندنا سكول اوف لايف اند ميديكال ساينسز، عندنا فيها كليه صيدله اللي هي ام 4، عندنا كليه فارماسيوتيكال ساينسز اللي هي علوم الادويه، وعندنا كليه علم التغذيه او النيوتريشن، وعندنا سايكولوجي اللي هو علم النفس.
الام فورم ايه الفرق بين، طبعا ناس كتير هتسال ايه الفرق بين الام فورم والفارماسيوتيكال ساينس. احنا عندنا يا جماعه برضو لاولياء الامور اللي بتسالوا كده، احنا كليه هندسه تحت نقابه كليه صيدله، تحت نقابه الصيدله، والفارماسيوتيكال ساينس اللي هي علوم الادويه تحت نقابه العلميين اللي هي علوم الادويه. ايه الفرق؟ في كليه علوم الادويه انت اللي بتكرييت الكيميكال فورمولا. كلنا شفنا لما حصل يعني الكرايسيس اللي حصلت بتاعه الكورونا، مين اول ناس وقفوا، مين اول ناس ابتدوا يكرييت اللقاح او الفاكسين؟ كانت استرازينيكا وموديرنا وفارمي والكلام ده كله. دول مين؟ دول اصلا بيبقوا فارماسيوتيكال ساينس، هم اللي بيخترعوا الدواء، اللي بيحدد، اللي بيعمل دايجنوستس اناليسز، اللي بيحدد بقى الدواء ده للمرض ده وللمرض ده. طبعا هو خريج كليه الصيدله. الكليتين اللي انا اتكلمت عليهم في الاول دول اوريدي موجودين، النيوتريشن والسايكولوجي، دول ان شاء الله هيبداوا السنه دي، دول برضو من التو سكولز الجداد عندنا. نيوتريشن، ناس كتير فاكره ان النيوتريشن هي عباره عن ان انا بهتم بس بالتغذيه الجسديه وكل حاجه. دلوقتي يا جماعه الكوربريتس كتير زي الاف ام بي زي الفود اند بافريج فيها ديبارتمنت كامله للنيوتريشن، هو القرار الديسيجن اللي بيطلع منه هو اللي بيحدد اذا البرودكت ده يطلع ولا لا، هو اللي بيحدد مدى السكر اللي فيه، الكالوريز، كل الفود سبيكس بتاعتها. فطبعا وليها تسلسل وظيفي جدا، زي اول حاجه بتبدا نيوتريشن سبيشالست، سينيور، هيد، دايركتور، مانجر. فانت كل ده ديبارتمنت كابله في كل الشركات، زي مثلا بيبسي او بيبسيكو يعني، جهينة، دومتي، عندهم ديبارتمنت كامله نيوتريشن وهي اللي بتحدد اذا البرودكت ده يطلع ولا لا. اخر سكول عندنا اللي هي سايكولوجي، تمام، نفس الكلام. سايكولوجي ليها دلوقتي مجالات كتير قوي، تمام. اول حاجه ان انت تقدر تكمل الماسترز وتفتح عياده بتبقى اخصائي علم نفس، لان هي مش تحت كليه الطب، هي 4 سنين دراسه، نيوتريشن وسايكولوجي وفارماسيوتيكال ساينس 4 سنين دراسه، صيدله 6 سنين دراسه، تمام، تبقى 5 سنين وسنه امتياز. في السايكولوجي انت بتتعلم كل حاجه ليها علاقه بالعلم النفس، بمعنى ان دلوقتي مجالات كتير دلوقتي، يعني مثلا الجامعات المدارس ليها ديبارتمنت للسايكولوجي، حتى عندنا في الجامعه بيبقى فيه بيرسونال تيوتر، بيبقى فيه الاوفيس اورز، لو انت عندك اي مشكله نفسيه حابب تتعلم تتطور انت بتروح لبيرسونال تيوتر، البيرسونال تيوتر ده بيكون من سايكولوجي. عندنا سكول اوف هيلث تحتيها طبعا الفيزيوثيرابي، والفيزيوثيرابي بصراحه من الكليات الترندي جدا. احنا طبعا دلوقتي بغض النظر عن ان طبعا العيادات اللي هي المعروفه للعلاج الطبيعي دلوقتي في تخصصات كتير قوي انت بتدرسها عندنا كمان، يعني احنا بنعلمك السبورت ثيرابي. ايه هو السبورت ثيرابي يا جماعه؟ السبورت ثيرابي ده الجامعه متعاقده مع لايف كيور، الطلبه عندنا بتنزل تريننج لايف كيور، ده اللي هو العياده بتاعه دكتور محمد وفائي بتاع النادي الاهلي، بحيث ان في طلبه كتير دلوقتي متجهه للسبورت ثيرابي. بس احنا بنديها ايه؟ مش عايز احجمك في مجال واحد بس، لا، انت هتاخد عندي الفيزيوثيرابي ان جنرال، وهتاخد كل الميديوز والتريننجز السبورت ثيرابي. ودلوقتي على فكره في اتجاه كبير في كل الشركات ان بيكون عندهم ديبارتمنت كامله للفيزيوثيرابي، لو حد اي حد عمل اوبريشن او حاجه على طول بيروح للشركه اللي متعاقده معاها وبيروح على طول العيادات دي. طبعا اخر حاجه عندنا كرييتيف ارتس. كرييتيف ارتس فيها تو ميجرز، فيها ديجيتال ميديا ديزاين وفيها انتيريور اركتكتشر اند انتيريور ديزاين. ايه الفرق يا جماعه؟ انا في الديجيتال ميديا ديزاين بدرس كل حاجه ليها علاقه بالانيميشن، الفيديو جرافي، الجرافيك ديزاين، الفوتوشوب، الفاشن اند ميديا ديزاين كمان، لان دلوقتي كل حاجه زي ما قلت في الاول ان تطور التكنولوجي بجد بيرعبنا كل يوم ازاي التطور ده بيحصل. فاحنا بنحاول عندنا في الجامعه ان احنا نفضل مواكبين على التسلسل ده. تاني كليه عندنا او تاني سكول، معلش، تاني ميجر عندنا اللي هو انتيريور اركتكتشر اند انتيريور ديزاين، بتدرس كل حاجه ليها علاقه بالتصميم المعماري الداخلي كله، من اول الاوتوكاد، الساب، ال 3 دي ماكس، الانتيريور ديزاين بروجرامز كلها، على سواء بقى لاندسكيب، ستراكشرز، بيلدينجز، كل الكلام ده، تمام. دي بعض من الشركات. طبعا الطلبه عندنا ملزمه ان هي في كل سمر بتنزل انترنز، ان هي تنزل تشوف، وزي ما اتكلمت عندنا ان احنا بنهتم اكتر بالبراكتيكاليتي، ولو تفتكروا زي ما قلت في الاول ان احنا عندنا ليرنينج باي دوينج، هو ده اللي انا بتكلم عليه، ان انت الطالب بينزل في كل سمر يشوف الكلام ده بقى بعينه، هو اللي مسؤول عن الكلام ده. ان الجامعه زي ما قلت لكم زي كرييتيف ارتس، انت الويت بتاع المديول كله على البراكتيكال بتاعك، فلازم عشان لما تتخرج تبقى مؤهل لمجالات العمل كلها اللي موجوده. يعني دلوقتي هتكلم عن الاور فاسيلتيز كلها. اول حاجه زي ما اتكلمت في الاول ان احنا امباورنج ذا اثليتس. يعني ايه امباورنج ذا اثليتس؟ ان احنا بنساعد الطلبه عندنا، معلش بس ايه،
اسف بس هو ال الفولي اكويبت اثليتيك فاسيلتيز. احنا عندنا اول حاجه ملاعب زي الفوتبول الفولي بول البادل التنس الكلام ده كله تمام. احنا الجامعه عندنا بتاهل للطالب ان هو يقدر نعمل له فلكسبل سكيدجولز انه لو عنده بطوله او عنده تمرين الجامعه بتساعدك على ده. وفي نفس الوقت الفاسيلتيز كمان موجوده، عايز تتمرن في الجامعه بتنزل عندنا يا جماعه كل اكويب جيم، عندنا البادل كورت، عندنا التنس، عندنا الفولي بول، الكلام ده كله بيأهل الطالب انه يكون عايز يعمل حاجه للجامعه ويعمل حاجه لنفسه كمان يعني. تمام. تاني حاجه المودرن كلاس روم اند الهاي تك لابز، زي ما اتكلمت ان احنا بنهتم قوي بالبراكتيكاليتي، فلازم مقابل ده لازم اشوف الوركشوبس بعيني، لازم ان الوركشوبس واللابس تبقى مؤهله لده ان انا اقدر فعلا استفاد واتعلم الكلام ده كله. وده موجود عندنا في الجامعه في جميع الكليات، ما فيش كليه ليها الوركشوبس بتاعتها، اللابز، الكلاس رومز، كل حاجه يعني. نفس الكلام هنا، ده لطلبه كرييتيف ارتس، فيزيوثيرابي ونيوتريشن وكل حاجه يعني. الليكتشر ثياتر والسيمينار رومز كمان بتبقى مهمه جدا، بتدي اريحيه للطالب انه يقدر يستوعب من الدكتور، وفي نفس الوقت بتدي اريحيه للدكتور انه يقدر يشرح لما بيلاقي الدنيا بتبقى احسن حاجه، بتكون كل حاجه فولي اكويبت. تمام. عندنا طبعا الفود اوتلتس، ودي حاجات من اللي انا بهتم بيها يعني. الفود اوتلتس هنا احنا عندنا في حاجات زي السيركل كيل جابز وكده، وكل سنه بنزود فود تراكس بحيث ما في كذا اوبشن. وزي ما قلت في الاول يا جماعه احنا بنقعد في الجامعه اكتر ما بنقعد في البيت، فانت على قد ما بنهتم بالاكاديميك لايف لازم كمان بنهتم بالستودنت لايف. تمام. زي ما اتكلمت في الاول احنا عندنا اللايبرري ريسورسز 24/7 وهي كونكتد باللايبرري ريسورسز بتاعت يو اتش يو كي. تمام. والستودنت لاونجز برضو، لان اكيد مش طول الفتره انت بيبقى في وقت مثلا بين اللكتشرز او بين التوتوريالز بتبقى عايز تاخد فيه بريك، عايز تستريح، دي بتبقى في الستودنت لاونجز. والترانسبورتيشن سيرفيسز عندنا لجميع القاهره، اي مكان في القاهره الترانسبورتيشن بتوصلها وبتكفلها تماما يعني. احنا ان شاء الله البوث بتاعنا اول ما ندخل من المين انترنس في الوش على طول، احنا مستنيينكم باذن الله تنورونا في البوث. وفي حاجه عايز اتكلم عليها، احنا يوم 8/8 عندنا ايفنت اسمه الاوبن هاوس. ايه الاوبن هاوس ده؟ ان الطالب بيجي هو ولي الامر، الطالب بيحضر وركشوب كامله كانه ستودنت في الجامعه. تمام. بيقعد مع الدكاتره والمعيدين، بيعرف ايه التخصصات الموجوده، هيدرس ايه، كل حاجه، هيشوف الوركشوبس، الكلام كله اللي انا قلته ده هيكون موجود في الاوبن هاوس. والاولياء الامور هيقعدوا مع الدكاتره والمعيدين، لان في اولياء امور عندها تخوفات، انا عايز اعرف ابني هياخد ايه بالظبط، ايه المواد، ايه التخصصات، الكلام ده كله. ده ان شاء الله هيكون يوم 8/8. تمام. وفي ترانسبورتيشن وكلها فري. تمام. الترانسبورتيشن والفيس كلها فري. ده انا شايف ان الايفنت ده حتى لو مش هتدخل عندنا الجامعه، الايفنت ده يا جماعه مهم جدا، بحيث في طلبه كتير بتبقى محتاره ادخل هندسه ولا كمبيوتر ساينس، ادخل صيدله ولا علاج طبيعي، تعالى وشوف الفرق، هتعرف ايه الفرق في كل حاجه. تمام. يوم 8/8 ان شاء الله هيكون يوم الثلاث اللي جاي باذن الله، مش اللي جاي ده، اللي بعده. وباذن الله مستنيكم تنورونا في البوث، وشكرا. وفي كمان يا جماعه حاجه عايز اقولها بقى بالنسبه للموضوع ده، ان اي طالب هيقدم في خلال الاسبوعين اللي جايين دول هيعمل الابلكيشن وهيدفع الديبوزيت، هيكون ليه خصم 10% على التويشن فيز، طبعا غير السكولرشيبس التانيه كلها. والكلام ده كله هنقدر نعرفه في البوث عندنا. ومتشكر جدا، شكرا.